السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس الجغرافيا بعنوان خصائص سكان وطننا العربي. أول حاجة يا أولاد هناخد أنماط سكان الوطن العربي. يعني إيه أنماط؟ يعني أنواع، يعني أقسام الوطن العربي. النظام بتاعهم، النمط بتاعهم إيه؟ هل هم ريف ولا حضر ولا بدو؟ هناخد الأنماط التلاتة دي. أول حاجة البدو. البدو يا ولاد هم سكان الايه، سكان الصحاري وبيعملوا بالرعي. وعندنا الريفيون، دول طبعا اكيد انتوا عارفينهم، اللي هم بيشتغلوا في الايه، موجودين في القرى وبيعملوا بالزراعة. لجانب الحضر عندنا اللي هم سكان المدن. نبدأ كده في الاول كده، اول نمط هو نمط البدو الرحل. البدو الرحل يا ولاد بيعملوا بالرعي زي ما قلت لكم، وطبعا بيعيشوا في الايه، في الصحاري. بيعيشوا على عملية التنقل والترحال في الصحاري بحثا عن الماء والايه والعشب. طيب ليه سكان الصحاري في تناقص مستمر؟ لانهم بيهاجروا للقرى والايه والمدن، لان طبعا الحياة بتاعتهم بتبقى صعبة جدا، بيعيشوا في الصحراء فبيدوروا على ايه، فرص عمل افضل او حياة افضل، فبيهاجروا الى القرى والايه والمدن. عشان كده هم سكان العدد، عددهم في تناقص مستمر. ايضا تحول عدد منهم للعمل في التعدين واستخراج الايه، البترول. الدول برضو الدول العربية بتعمل على توطين الايه، البدو، يعني تسكنهم في اماكن ايه، واستقرار اماكن ثابتة او مستقرة. تاني حاجة يا ولاد الريفيون. الريفيون اللي هم بيسكنوا في الريف، اللي هم بيسكنوا في القرى وبيعملون بالإيه، بالزراعة. يبقى النشاط الرئيسي لسكان الريفيون اللي هو العمل بالإيه، بالزراعة وتربية الإيه، الحيوانات. يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات، بيمثلوا 45% من سكان الوطن العربي. طيب ليه سكان الريف في تناقص مستمر؟ إنهم دايما بيهاجروا بشكل مستمر إلى الإيه، إلى المدن. طيب بالنسبة لسكان الحضر اللي هم سكان المدن، سكان المدن بيعملوا بالإيه؟ بيعملوا بالصناعة والتجارة والخدمات، والخدمات زي الصحة والإيه والتعليم. بيمثلوا يا ولاد 55% اللي هم يعتبروا أكبر نسبة من سكان الوطن العربي. وهم كمان مش كده وبس، ده هم في تزايد مستمر على حساب الريف وعلى حساب الإيه، البدو. طب ليه سكان الحضر في تزايد مستمر؟ إن الهجرة دايما من الريف إلى الإيه، إلى المدن، وقيام المدن البترولية كما في دول الإيه، الخليج، بجانب إنشاء الدول العربية للمدن الصناعية زي سوريا وإيه ومصر. الهجرة من الريف إلى المدن يا أولاد بتشكل مشكلة كبيرة جدا، لأنها بتتم بشكل غير منظم. عدم التنظيم ده بيؤدي إلى إيه؟ إلى ظهور المناطق العشوائية. طيب هي المناطق العشوائية؟ ممكن نستنتج يا أولاد من الصورة إن المناطق العشوائية هي مناطق فقيرة غير منظمة، تنمو على أطراف المدن أو تنمو بدون تخطيط حول المدن. طبعا بيقل فيها الخدمات والمرافق، لا مرافق صحية ولا مرافق اجتماعية، وبترتفع فيها الكثافة السكانية بشكل كبير جدا، وتعد من أهم المشكلات التي تواجه الحكومات الإيه، العربية. دي المناطق الإيه، العشوائية. طيب دي خصائص. ثانيا بقى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان الوطن العربي. تنقسم إلى 4 حاجات: الاهتمام بالتعليم وتنوع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع مكانة الإيه، المرأة، إلى جانب التمسك بالقيم والأخلاق الإيه. أول حاجة الاهتمام بالتعليم. نسبة الملتحقين بالتعليم يا أولاد قبل الجامعي وصلت لنسبة كبيرة اللي هي 65.5%، وده نتيجة لاهتمام الدولة. اهتمت الدول والحكومات بشكل كبير بالإيه، بالتعليم قبل الجامعي، وأتاحت الفرص عادلة للتعليم للإيه، للجميع، تكافؤ الإيه، الفرص. بالنسبة للتاني حاجة تنوع الأنشطة الاقتصادية. طبعا الوطن العربي بيعمل بأنشطة متعددة أولاد ومختلفة زي الزراعة والصناعة والتجارة زي ما قلنا. وطبعا ده بيدينا بقى، بينقلنا على قوة الإيه، العمل. قوة العمل ده يا أولاد مصطلح جغرافي معناه عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه، سواء كانوا يعملون أو يبحثون عن إيه، عن عمل. ودي ممكن تيجي في الامتحان ماذا يقصد بقوة العمل، أو تيجي بشكل إيه،
اللي هو السؤال بتاع المصطلح الايه الجغرافي او المفهوم الايه الجغرافي. طيب بما تفسر ترتفع نسبة الإعالة في الوطن العربي؟ بسبب يبقى ايه ارتفاع نسبة الأطفال، الشكل بيوضح اهو، وارتفاع نسبة كبار السن، وبعدين ارتفاع نسبة من هم في سن التعليم، وبعدين ارتفاع نسبة الايه البطالة. تالت حاجة ارتفاع مكانة المرأة. المرأة يا أولاد بتشارك في المجتمع العربي وتميزت بمكانة كبيرة، حيث أنها أتاح لها المجتمع فرصا كبيرة في التعليم، ووصلت نسبة التحق الإناث بالتعليم الابتدائي إلى 77%، ونسبة كبيرة طبعا. كانت الأول نسبة قليلة بسبب عدم الاهتمام بتعليم الإيه الإناث أو البنات، وخاصة في المناطق الإيه الريفية، بس دلوقتي وصلت النسبة إلى إيه 77%. أتاحت أيضا العمل، فحيث زادت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل بشكل كبير جدا، فأصبحت معلمة وأصبحت أيضا طبيبة، إلى جانب أنها أصبحت أيضا قاضية أو عضو بمجلس الشعب، يعني تقلدت جميع المناصب أو جميع الوظائف. بالنسبة للتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، هنجد لما يجي سؤال دليل على صحة العبارة: تجمع سكان الوطن العربي عدة قيم تميزهم عن بقية المجتمعات، حيث يتميز سكان الوطن العربي بالقيم الدينية السامحة والترابط الأسري والعادات والتقاليد والمواطنة والتسامح.